لا مفيش حاجه حبيبي، طعمه والله. في ايه؟ اهو بص حضرتك، شوفي جايب اخر الشارع. شوفي بقى ازاي ان هو اورجانيك. هو ايه، بلاستيك ديكور يعني؟ يا حبيبي مهرمن ومحقون دلوقتي، مفيش حاجه مضمونه. طيب ماشي، اهلا بالهانم. اهلا، كسري كسري. على مهلك على مهلك. ازيك يا انسي؟ ازيك يا علي حبيبي؟ ما تقلقيش، احنا يعني قاعدين قعده يعني متذنبين بصفه عامه يعني، مفيش حاجه. البهوات البهوات يا حبيبتي دول، المقاريض. عايزين ايه بقى في السن ده؟ ايه؟ عايزين بلاي ستيشن 4، وعايزين موبايل اس ان 18 ب 48 الف جنيه. وهات يا ماما، وعدتيني يا ماما عشان خاطرنا يا ماما. ماما دي ايه؟ ماما دي سوبر مان. ماما ايه؟ مازنجر. صحيح، هضرب الارض تطلع بطيخ. حتى البطيخه ممكن تطلع قرعة. صح، هزري. مهرمن برضك. والبيت كبير. البيت كبير. طب بصي بقى، هقول لك على فكره حلوه، انتوا اطلعوا اوضتكم كده عشان عايزه تيجي اختي حبيبتي تقعد جنبي كده في حضني تحكي لي وتفضفض لي، وانا هبقى اطلع لكم. ماله ماله مدرس الالعاب؟ قربت ابوس ايد النظر عشان توافق تعينك، اتذللت لها واخيرا وافقت. وافقت؟ ايوه وافقت. ام ايه بقى حضرتك تتنك؟ معلش يا نيفين، هو برضو خريج فنون تطبيقيه، مش هيقعد بقى يمرن في العيال هوبا هوبا اطلع انزل طول عمره بيتمرن فولي. لا لا، باسكت باسكت باسكت، بيتمرن بقاله 15 سنه باسكت لغايه ما بقى لاعب درجه اولى. صح. يعني عادي يمرن. لا بس تمرين الباسكت غير تسخين العيال الصبح، ممكن امزقهم ولا حاجه يجيله رباط صليبي العيل. انا مالي؟ ايوه عندك حق يا اخي، مش بدل ما انت قاعد. انا مش قاعد يا نيفين، لو سمحتي بقى الكلام ده عيب. انا مقدم على وظايف كتير جدا كلها تليق بتخصصي وبمكانتي، لما حاجه منهم تظبط هبقى اروح اشتغل. ما خلاص بقى يا نيفين، ما تروقي كده شويه وتهدي. انا رايقه رايقه وكويسه يا ونسي، انت بتكبر مش صغير دلوقتي، كاريرك ممكن ما تلاقيش فيه اي فرصه ليك، ياخدوا واد صغير عنك. طب ممكن تروقي دمك شويه، انت بتحرقي دمك على الفاضي. انا رايقه يا حبيبتي، بس انا محدش حاسس بيا. انا حاسه بيكي. حاسه بيا بقمرت ايه؟ ده انت اكتر واحده مجنناني وقرفاني. انا؟ ايوه، ما هو الدور عليكي. انا عملت ايه بقى، ممكن اعرف؟ حبيبتي انا مخلفه 3. لا 4 يا ماما. انت نسيتيني ولا ايه؟